انا ربيت بيت، عندي ثلاثه الوليدات، جوج وليدات وبنيه. يعني قريت قريه حتى لدوزيام اني، ومن بعد ما قريت تزوجت وعند ولدنا وليدات. والحياه ديال الوليدات يعني ملي كدوز واحد الفتره، ما عمرني كنت كنفكر بانني غدا نعجن او غدا نبيع ولا غدا ندير شي حاجه. ولكن بحكم الاولاد، ملي كتولدي الاولاد خاصك ضروري صنعي اشنو عندك، شنو عندك في اللي كنتي مثلا كطيبي شي حاجه كتستافدي منها. انا كندير الكوميرس على جوج مرات، يعني كندير الكوميرس كنبيع ونشري في عمل اخر، مثلا ريدوات، طلامات، الحوايج، اي حاجه. وثاني حاجه انا هوايتي في الطبخ، يعني حنت هاد الماكله اصلا انا كانت هوايتي. من بعد ما كانت هوايتي قلت علاش ما نديرهاش ك يعني كعمل بالنسبه للوليدات، باش حنا نتعاونوا مع الزمان، لان الراجل ما يمكنش ليه باش يدير كل شيء بوحده، لان الاولاد كيبغيو بزاف ديال الحوايج. انا علاش اختاريت ندير طويب لهنا؟ انا غنسولك علاش، لان هذا الشيء هذا العمل كنت كنديرو غير في رمضان فقط، يعني كنديرو في رمضان معش الانسان، حيت رمضان كيتشهى اي حاجه، لي كليون كيتشهى اي حاجه، وكتزعم كدير اي حاجه جات لك في بالك. وكاين شي حوايج كنختارهم غير راسي، مثلا شي حويجات مثلا هادوك بسيطلات، مثلا كاينين بالدجاج كندخل عليهم بعويد، نقدر ندخل عليهم تفاح، نقدر ندخل عليهم يعني اي حاجه من الفاكهه كندخلها فيهم كنسمه باش كتجي فلوكو زوينه، هما بسيطلات. ونزيدك حاجه، لان هاد البسطيلات تقدر ديريها حتى بالعجينه ماشي غير بالورقه. انا كنوع مثلا درت ربعه الحوايج، نقدر ندير غدا ندير ربعه الحوايج اخرين، مثلا ليكيش ندير بيتزا، ندير البريوات، ندير البسيطلات ديال التفاح مع سلين، ديال بعويد مع السل، ديال الخوخ، اي حاجه. لان حنت لك اليوم اللي كيدوقوا الحاجه كتعجبهم، كنحاول نختارع شي فاكهه مثلا فيها من اللي كتجي زوينه كيبقاو يطلبوها ليا دائما. بزاف تاع الناس كيجيو الصباح، ولكن انا ما نقدرش نجي الصباح، لان كتنوضي خصك ديري الفطور لولادك، ديري الغداء لولادك، كديري بزاف ديال المسائل، حتى الشغل ديال الدار هو خاصك ديريه. ومن بعد ديك الساعه انا الا كاع الا بديت ديك تسعود ولا تسعود ونص بحال هكا، يلا كنبدا نخدم الحاجه، حتى كندير المسائل ديال ولادي والمتطلبات ديالهم، عاد باش كنخدم الخدمه ديالي. يعني الا ديك 5 مع الخمسه يلا كنجي كنحط المسائل ديالي ونتوكل على الله، وكل شيء على الله. انا كنطمح بان يعني هذا العمل ديالي وهذا التعب ديالي ما يمشيش هكاك، لان حيت ملي كنعاون به وليداتي وكنعاون به داري وكنعاون بزاف ديال الحوايج وكنشوف ولادي كينجحوا فما كان يعني في العمل ديالهم غاديين. انا كاي امراه كنطمح باش ندير الحانوت ديالي. من طبيعه الحال ما يمكنش شي واحد يبقى ديما غير في برا باش يدير الطبله ويحط في هذه المسائل ديالو. انا كنطمح بان يكون عندي حانوت وندير ليه الزاج ديالو ولي طابل ديالو المسائل ديالو، يكون داك الشيء نقي وهذا، يكون كل شيء مسيون، وانسان ميجي عندك يجي عندك المحل وتكوني مزيانه. يعني هذا هو الخير. انا وقت الفراغ ديالي كما شفتي انا ماشي غير انا اللي باركه هنايا، كاينين جميع النساء اللي باركين حدايا، كاين اللي حاطه الخبز، كاين اللي حاطه السمن، كاين كل واحد شنو حاط. انا كندير هادشي ديال الملاحات باش الانسان يكون داكشي مغاير. ومثلا الفراغ ديالي كما قلت لك ولو انني انا كنديرها غير كرأي ديالي، في اي بلاصه كنت فيها كنبيع فيها شي حاجه، ديما تكون عندي الكتاب ديالي والستيلو، عوض ما نبقى نقابل الناس اون فاس معايا شي كيشوف شي كنهز الكتاب ديالي وتنكتب شنو عندي. تنكتب شنو عندي، مثلا عجبتني شي حاجه، او الجو اليوم اللي جيت انا فيه باش نخدم فيه كان الجو زوين وجميل وبزاف ديال الحوايج كيعجبني فيه، كنكون اليز وتنكتب راه الجو كيدير، راه الوقت كيدير، والناس وهذا، كنكون انا هكا مرتاحه. الميساج اللي غنوصل الناس يعني كلهم يعني مثلا يعني الانسان الا كان في دارو كيعرف شي حاجه وكيعرف شي حاجه باش يخدمها ويشغل راسو، من الاحسن يعاون به راسو يعاون به حتى وليداتو، لان ماشي اي واحد خدم شي حاجه. راه اي واحد تيخدم في برا راه خدمه شريفه، كاين اللي كتبيع الخبز، كاين اللي كتجي مع 4 الصباح،
كتبيع وكتعجن وكتجي وكتخبز يعني وكتيجيو عندها وليداتها حتى هما. انا كنشوف السيده يعني واحد السيده بحدايا حتى هي كتجي كمع 4 الصباح يعني 4 الصباح بصعوبه باش الانسان باش يجي يعجن وهذا ومع 12 يخرج الخبز ويجي عنده وليداته وتمشي ثاني دير لهم المسائل ديال الغداء ودير هذا عاد ترجع ثاني باش تكمل العمل ديالها راه كتضحي. وانا كنتمنى بان الناس اللي كانوا في الدار من الاحسن الا كانوا كيعرفوا شي حاجه يعاونوا بهم راسهم يعاونوا بوليداتهم ماشي عيب. هادشي ماشي عيب لان خدمه شريفه. قال لك الشيخ شتخوفيه كتقلبي على الحاجه وكتفني لان حتى الا الماكله مثلا الا كنتي كتعجنيها بواحد الراحه وواحد النفسيه وانت عارفه يعني كانت اصلا كتسمى بحال هوايه راه هي تتسمى خدمه عباده فيها كل شيء وفي نفس الوقت كتجيب رزقك الوليدات كتشي اللي كاين. وكنتمنوا الخير للجميع.